بس بيقاتلوا حتى ما بيعرفوا يمكن ليش عم بيقاتلوا، لأي قضية ومع من بيجوا بيقاتلوا، لأنهم بيفتشوا عن المال للقتال بيدفعوا لهم بيقاتلوا. وبالتالي بسوريا أنا بعتقد أنه في أول شغلة لا شك في السبب الأول المال الخارجي، وبصورة خاصة طبعاً لما بحكي عن المال الخارجي أتكلم عن المال العربي، وبصورة أخص عن المال في حالتنا السعودية والقطري، المال القطري والسعودي لا شك فيه أنه دفعت مليارات من الدولارات في حرب سوريا من قبل العرب. السبب الثاني أن النظام السوري لم يرغب في الواقع بتطبيق أي إصلاحات بالواقع، وخشية، وهذا الكلام أنا بأخذه تماماً، خشية أن ينقلب الإصلاح على النظام. وبالتالي في حالتين واضحتين لسبب طويل الحرب في سوريا، أول حالة هي أنه في مال ولو الآن بدأ يخف، ولكن هناك ما يكفي من مال دفع لاستمرار الحرب، ومن جهة تانية هناك عدم رغبة عند النظام السوري بإجراء إصلاحات ليساعد لإنهاء الحرب. هذا أمرين لهالسبب أنا أوافق تماماً أن الحرب طويلة، خلافاً لاعتقادنا مع العلم أنه مصلحة لبنان أن تنتهي هذه الحرب، لأنه كلما تدوم هذه الحرب كلما لبنان عم بيدفع ثمن أيضاً هذه الحرب. وبالتالي عندنا من المصلحة اللبنانية، نحن كلبنانيين مصلحتنا أن تنتهي الحرب في أسرع وقت. هلأ الأمر يلي حابب أنا يعني أن أؤكد عليه بالمحصلة أنه بمعرفتي هون بالنظام السوري، هون لم يعد أنا ليس لدي ما أضيفه بالنسبة للكتاب سوى القول أنه في خلاصة أنا أعتبرها أساسية في الكتاب، وهذه الخلاصة أقول فيها أنها خلاصة ذهبية من ذهب، يعني لازم نسمعها كلمة وكلمة. قال في خلاصته: لابد من وجود حل سياسي لا عسكري، هذه نظرته البعيدة، لكن طالما أطراف النزاع غير مستعدين للتفاوض على أساس شروط مقبولة بشكل متبادل، أتوقع يعني هو يتوقع، أنا عم بنقول كلامه، أتوقع سير التطورات في سوريا في الحاضر باتجاه الحل العسكري. هذه ما أعتبره الخلاصة لهذا الكتاب والاستنتاج على المدى المنظور للكاتب. هلأ من جهتي طبعاً سأخرج عما في الكتاب، وأنتم تعرفون أني لست موضوعياً كما هو، أنا بالعكس يعني أنا منحاز في نظرتي إلى الأمور، أعترف بذلك، لذا سأقول ما أقوله لكم بأن هذا موقف ليس موقفاً موضوعياً، موقفي ليس موضوعياً على الإطلاق. السبب أقول ختاماً، أولاً يعني عندي ست جمل. أولاً أن الحل سيكون عسكرياً للقضاء على كل التنظيمات التكفيرية والإرهابية المقاتلة في سوريا. أنا متأكد، هون عم بعطيكم معلومات، أنا متأكد أنه النظام السوري لن يوقف الحرب إلا بعد القضاء التام على كل التنظيمات الإرهابية والتكفيرية قضاء عسكريا. يعني وأنا سألت إنه
ليش يعني ليش قضاء عسكري؟ قال لي لأنه هني ما بدهم أيضا الحل السياسي، يعني نحن لا نريد الحل السياسي معهم وهم لا يريدون حلا سياسيا معنا، إذن الحل عسكري. ثانيا، إن الحل السياسي كما أتوقع سيتم لاحقا مع النظام السوري ومع بشار الأسد بالذات. وأنا أعتقد أنه في ملاحظة قالها أن واحدة من الأسباب التي منعت جنيف ومنعت التسوية من الوصول عندما بدأت المعارضة تطالب كشرط مسبق للحوار أن يستقيل أو أن يذهب أو أن يرحل بشار الأسد. هذا الموقف طبعاً ألغى كل إمكانية تسوية في جنيف، لأنه لن يقبل حافظ الأسد أن يرحل. وأنا أعتقد المعارضة اعتقدت لما بدأت كان تقريباً حسني مبارك عم بيتخلى عن الحكم، واعتقد المتظاهرون في سوريا أنه سينجحون كما المتظاهرون في مصر، واعتقدوا أنا برأيي بالأول أنه سيرحل حافظ أسد كما رحل حسني مبارك بشار أسد. وبالتالي أنا اعتقادي أنه هؤلاء ما عرفوا ولا طبائع النظام، هو بيعرفها أكل أخويل، ولا طبائع النظام ولا نوعية الأشخاص. في فارق كبير بطبيعة النظام، بتركيبة النظام ما بين مصر وسوريا. هلأ ثالثاً، أنا أعتقد أنه صمود بشار الأسد هو الذي أفسح المجال أمام تدخل روسيا إيران وحزب الله. يعني لو لم يصمد الأسد 4 سنوات لما كانت تدخلت روسيا عام 2015. انتظرت روسيا 4 سنوات قبل أن تدخل، إيران تدخلت قبل، حزب الله تدخل قبل وبعد. ولكن بالحقيقة لولا صمود النظام لما كان يمكن لحلفائه أن يتدخلوا. صموده هو الذي فتح المجال للتدخل. رابعاً، إن الاشتباك الأخطر، أنا برأيي الآن أتكلم حالياً، الاشتباك الأخطر قد يقع بين إيران وإسرائيل، وهذا من الأمور إيران وإسرائيل، لا سيما إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنقض الاتفاق النووي مع طهران. أنا بعتقد إذا صار نقد للاتفاق النووي الأمريكي الإيراني ستعتبر إسرائيل أنه إشارة لها بأن تضرب، وهي تنتظر إشارة ما حتى تتدخل. خامساً، انتهت المرحلة اللي بسميها مرحلة الأحادية الأمريكية، وما بعتقد في حل اليوم في سوريا وفي قضايا الشرق بدون موسكو. وبس تعطيكم تنكون عم نعرف عن شو عم نحكي، يعني استطاع بوتين أن يعود عبر البوابة السورية إلى كل الشرق الأوسط، مش بس إلى سوريا، إلى كل الشرق الأوسط. وانتهت مرحلة الأحادية الأمريكية التي رعت، ولسوء الحظ هون هذا تفسير آخر لم أفهم حتى الآن لماذا الولايات المتحدة رعت الحركات الإسلامية المتطرفة. هذا سؤال كبير وبده بحث كثير، ولكن هذا واقع. وبالتالي فضلت الولايات المتحدة الحركات الإسلامية المتطرفة على الحركات الوطنية والقومية. وبالتالي الدعم الروسي يعني لدمشق وصل إلى حد تسليم دمشق أو الاستعداد لتسليم دمشق ما يعرف بالأس 300 وأكثر. أنا برأيي لأنه مش بس في أس 300، في أس 400 وفي أس 600 أيضا، ولكن على الأقل يبدو أنه في قرار بتسليم سوريا أس 300، أي
حماية، تستطيع سوريا أن تصبح قادرة على حماية إلى حد ما أجواءها ضد الطيران أو ضد الصواريخ. بناء عليه يبقى أنه هذه انتهت، يعني ما بقى في حل بكرة غداً أمريكي فقط. بأقل تعديل الحل أمريكي روسي، أو الحل أيضاً لازم أرجع أقول إيراني إسرائيلي. ولكن أنا لا أرى حلاً بعد اليوم أمريكياً بالشكل الذي كان موجود في أول الحرب. أول الحرب كانت أمريكا تقريباً ماسكة بكل الأوراق. سادساً وأخيراً، يعني هذه كلمة وجدانية أكثر منها كلمة، بدي استعير من شاعر كبير يفتخر به لبنان، هو سعيد عقل. بدي استعمل عبارتين قالهما، مش بهذا الموضوع بالمطلق، قالهما شعرا في مواضيع أخرى تتعلق بمواضيع سعيد عقل، ولكن أريد أن أقول يصح بالدولة السورية الممانعة والمقاومة ما قاله سعيد عقل في نظري بدولة لا يعني بها سوريا، ولكن بدولة ما قال فيها هذه دولة الجراح والرماح. وشكرا لكم. رماح. شكرا مع الوزير على الكلمة الواضحة كمان للرد على ما جاء في كتاب الدكتور باندام. الآن سأفتح المجال للجميع بسؤال، ولكن أتمنى على الجميع أن يختصروا الأسئلة وأن لا تتعدى الدقيقتين أو ثلاث دقائق لإفتاح المجال أمام الجميع للمشاركة في هذا الحوار. أستاذ توفيق، اللي ما قريت بعد الكتاب تبعه وكلمة الخي كريم يلي بتجنن، إنما بدي حط شوي الأمور بإطار شوي أوسع. أولاً هيدا مشهد بأنا الشيء اللي بسميه من تروازيام غير مونديال باكم لزوف. نحن بظل حرب عالمية ليست كما سابقاتها. هيدا كمان عنوان كتابي اللي حابب يجي نهار الجمعة على مكتبة أنطوان بالسوق بيروت سوق. confrontation entre comment confronter un jihadisme sans frontières. والأساس برأيي في لاعبين كان أوباما بأمريكا وإيران. يعني هلا كل شيء توصف كله مظبوط، إنما إذا بدنا نعرف شو صار أوباما، لأنه أوباما مش بس أمريكا، هيدا أمريكا أوباما وخط أوباما كانوا فايتين بتسوية مع إيران، التسوية على قصة المجال النووي، وهيدا شيء أساسي. وسوريا هي الأساس في عملية التصدي محور المقاومة يلي بيروح من إيران عراق وصولا إلى سوريا فلبنان ففلسطين. فكان من الضروري جدا إبقاء نظام الأسد. هذا التدخلين الرئيسيين، يعني من جهة في أوباما يلي داخل بمشاورات بده يمشي هالاتفاق النووي بحيلا ثمن، وبالحقيقة أوباما كان ميال إلى إيران أكثر من العرب. هلا تدخل أمريكا تركون لما ما كان في، كان ثورة بعد ما تعسكري بسوريا تركوها. شو صار؟ مين في؟ في تركيا إخوان مسلمين، في السعودية يلي مفهوم، وفي كمان قطر. طيب
فاتوا مع مين بدهم يحكوا؟ بدهم يحكوا مع الإسلاميين، وبالتالي هيك تعسكرت المسألة وذهبت إلى هذا الحدود. وصلنا لأنه في صراع بين جهتين، جهاد إسلامي سني وجهاد إسلامي شيعي، وظنوا البعض أنه صراع جهتين بيوصل لنتيجة. شو صار؟ قوة الجهتين، واليوم النتيجة هي بأنه إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمددت في الخليج، وهي تضرب استقرار الخليج، وعم بتجرب تعمل كونتينيوم تريتوريال من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى حدود هذا. وهذا وضع العالم بفوهة البركان، ونحن منطقتنا أصبحت بخطر. شكراً سيد صوفي. الرجال الاسم. الو، شكرا للسفير باندا ومعالي الاستاذ بقردوني. الحقيقه الكتاب كتاب عظيم من حيث تخطيطه للحرب السوريه وقضيه تدمير الوطن مساله اساسيه في الموضوع، لكن مثل ما قال الاستاذ بقردوني كان مجدي التركيز على الدور الخارجي، لأن الهدف من تدمير الوطن هو أن لا تقوم لسوريا كدولة متعبة، كانوا يسموها الدولة المتعبة، أن ننتهي من هذه الدولة المتعبة ونترك اللعبة بين أيدي الكبار نسبيا. على كل، النقاش في الموضوع السوري طويل ولا مجال هنا الدخول فيه، لكن سؤالي لك بالذات، ألم يأتي الوقت مثل ما السيد دمستورة أعلن مؤخرا بالتركيز على اللاعبين الكبار عوضا عن المقاتلين الصغار من أجل فرض الحل مقبول في سوريا؟ يبدو لي أن هذا الأمر أصبح أساسيا للغاية، يعني دراسة الوين-وين سيتويشن لكل اللاعبين الإقليميين والكبار، روسيا وأمريكا، تركيا، إسرائيل، إيران، الخليج إلى حد ما، أوروبا إلى حد ما، روسيا طبعاً، أمريكا، هؤلاء، دراسة الوين-وين سيتويشن التي يمكن أن تجعلهم يحصلوا على الحد الأدنى من مطالبهم وخروج سوريا إلى حالة سلام نسبي ممكنة. شكراً. سيد سفير، يعني أعتقد بأن فعلاً هذا موضوع مهم للغاية، الاتصال بكل الأطراف المعنية، ولكن الإمكانيات للحل أو للنجاح طبعاً يعتمد على رغبة أو استعداد هذه الأطراف. أظن دمستورة، سيد دمستورة عمل جهد في السابق، في السابق ما كان في أي رغبة للحل السياسي اللي الطرفين موافقين عليها عليه. فإذا تقول دولة متعبة، سوريا صارت، إذا هذا التعبير صحيح وأنا أفهم هذا التعبير، فما صار، ما كان متعبة إلا ما بعد التدخل العسكري. فالتدخل العسكري تقريبا دائما يؤدي إلى الكارثة، وهذه الكوارث خلقت من قبل بعض الدول الغربية. مثلا في حال العراق، لو ما أسقطوا نظام الرئيس صدام حسين، لما كان في مثلا داعش، لما كان في هذه التطورات الإرهابية، مثلا داعش